فوجئنا النهارده بعد التعويض، حتى فوجئنا ان الوضع وصل الدولار الى 52. كان كل الحديث يتحدث عن ان الدولار انخفض، ربما وصل الى ادنى من 40 جنيه، والكلام ده كان كويس. لكن النهارده لما يطلع الاسبوع في المنشط الاساسي بتاعه بيقول لك انخفاض الجنيه المصري بنسبه تصل الى 64% للدولار. احنا كنا بنتكلم ان السوق الموازي هو الازمه الحقيقيه التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار نظرا لعدم الوفره في البنك، وعشان كده الناس بترفع الاسعار. النهارده لما يبتدي التعامل في البنك عند 46 يغلق النهارده على 52 ما عندك مشكله. فخلي بالك ان كل التجار او المستوردين هيطلبوا مكان بياخد من السوق السوداء. النهارده خلاص خلصت السوق السوداء الحمد لله. البنك موجود. لكن عشان التكاليف، عشان كل الناس عاوزه، هيتفق ان تاني قرض ما قيدش الدولار النهارده، الدولار لم يقيد زي ما كان 31 بقاله مده، لا خلاص تاني قرض حتى العرض والطلب. النهارده مطلوب مني مليار جنيه هيوصل 55 60 زي ما يكون. فده هتبقى برضك مشكله متواجده. احنا كنا بنقول بس كانت مشكله متواجده دكتور عبد العزيز، كانت مشكله متواجده، وكانت معايا عندي سعر سوق سودا. النهارده عندي السوق بيظبط نفسه على سعر البنك، فما يجيش برضه. لا 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 لا، بيظبط نفسه على اليات العقد والطلب. بس هو النهارده ب 50 يعني. النهارده لما ما جابش عارف النهارده هيطلب، النهارده هيوصل زي ما يوصل، زي حسب اليات العقد والطلب، حسب المطلوب. وده برضه من ضمن المشاكل اللي هتواجهك، يعني كيفيه الانضباط. حضرتك النهارده بنتكلم بيني وبينك قدامنا اسبوع اسبوعين على اساس ان الناس اللي اشترت السلع غاليه بالسعر الغالي بعد ما تخلص هيبتدي يحاول قدر الصعب اللي يدخله بعد توفير الدولار هينضبط السوق، صح الكلام ده؟ ده بيتكلم النهارده، بيتكلم الدكتور علاء. فالنهارده لما افاجئ برضك ان لما يكون في تحركات ايجابيه، انا عندي عاوز بصفه مستمره استورد ذره، استورد قرح، استورد زيت، استورد لحوم، استورد مش عارف اسماك، استورد عسل، استورد فول، وكل الناس المستوردين هيتقدموا، يبقى في عندي كميات كبيره مطلوبه من الدولار. طب دكتور عبد العزيز، دلوقتي احنا شفنا خلاص اعلان رئيس الوزراء في البنك من 46 الى 52 نفس القصه. طيب دكتور، انا كنت اتمنى يكون في شويه صبر شويه حتى يستقر. امبارح احنا كنا امبارح في قناه الحياه وكنا بنتكلم ان شاء الله الوضع يستقر في انخفاض للدولار. الدولار النهارده الحمد لله يعني اقصى حاجه كانت 42 43، فالوضع هيتحسن ويبتدي الوضع يبقى جيد جدا. الناس ان شاء الله هيشوف طفره كبيره جدا في توفير مستلزمات الانتاج الخاصه. دكتور عبد العزيز، سريعا خليني اسال حضرتك على الاعلاف. شوف دكتور عزيز سمعنا ولا لا؟ انا هعمل ايه في الوضع القادم؟ انا بتكلم بصفه عامه، مشكله ثانيه بتكلم على التوازن. التوازن بالامس كانت اول امبارح ب 88، امبارح حصل اضطراب وصلت 91 92، النهارده 96. طب ايه الاسباب؟ دكتور عبد العزيز، عايز اسال حضرتك على قرار الحكومه واعلان رئيس الوزراء انه بنفسه هيفرج عن كل البضائع الموجوده في الموانئ، وبكل تاكيد في اعلاف موجوده في المينا. فحاليا ده ازاي هياثر؟ انا يهمني بس يا دكتور نسال ازاي هذا القرار هياثر على سعر الدواجن؟ مثلا حصل 10,000 جنيه ضرب 10,000، وده شيء جيد جدا. هو قلت الكلام ده امبارح 10,000 جنيه 12,000 ده ممتاز. الصوره وصلت 27 وهتنخفض اقل من ذلك، لكن ما زال العلف 26,000 ده كتير جدا. ده مشكله بالنسبه لنا، لازم العلف ينخفض ايضا ليصل الى ال 20، بل ينخفض الى اقل من 20. والحاله ده هتحصل ان شاء الله. لكن لما يستقر الوضع يبتدي عند الكميات اللي داخليه اتدخلت بوفره، ونبتدي الناس اللي خلصت زي ما قلتوا على الموضوع اللي عنده وجاب الدولار ب 65 و66 تنتهي الجزئيه دي، هنبتدي نكون في طفره. يعني في خلال الدوره الانتاجيه القادمه من المفترض ان تكون هناك طرق ضبط في اسعار التوازن. تمام يا دكتور. لكن اللي حدث في الان ارتفاع الاسعار من 96 جنيه ده لان في بعض السماسره اللي كانوا متواجدين تم اخذهم واسالهم والاسعار والكلام ده كله، ادى الى ان احد السماسره كتب وقال على السوشيال ميديا انا ببيع النهارده الفراخ ب 85 بناء على تعليمات كذا كذا. الناس قالوا خلاص روح جيب الفراخ من عند، وارتفعت الاسعار بشكل غير طبيعي رغم ان كان السعر ثابت عند 88 جنيه يومين ثلاثه اربعه.